آخر صيحات الشعر لدى الشباب، الصبغة والألوان. هنعرف أكثر كل ده مع أستاذ كمال وقت. إزيك عامل إيه؟ إزيك مصطفى، عامل إيه؟ منور الدنيا. الله يخليك. قول لنا بقى، يعني ده عشان العيد بس؟ حوار الصبغة ده منتشر عشان العيد بس؟ هو عادة لأن الناس بتيجي عند العيد تحب تغير، تحب عايز تعمل شكل جديد، عايز مسافر الساحل فعايز يعمل لوك، عايز يغير القصة، فالمنتشر دلوقتي مع القصات موضوع اللون ده يعني. انت شغال في ده بقالك كتير؟ في موضوع الالوان الالوان ولا المجال؟ لا لا، يا الوان الالوان اه يعني هي ظاهرة صيفية مثلا، هو احنا من الصيف اللي فات هو منتشر موضوع اللون. يعني هو الصيف اللي فات ده بدايته؟ اه كان بدايته. اه بيجي لك كتير، بيبقوا طالبين الوان محددة؟ اه في جاي مثلا فوق ال 20 سنة جاي عايز اللون الجري وعايز اللون الابيض، ما بيبقاش محايد عنه مثلا، هو اللونين دول اللي هم في عالم الموضه وجداد وفي نفس الوقت شكله شيك، بيدي له شكل مختلف عن العادي عن التقليدي. طب انت بتفرق ازاي ما بين احنا كتير كنا بنشوف اطفال صغيرين قوي بيعملوا الوان غريبه، اصفر وحاجات بتبقى شكلها اصلا مش حلو، ازاي بقى بقيت بتوصل فكره ان هو لا ما تخافش مش هعمل لك الشكل اللي انت تشوفه ده وتقول عليه وحش بشكل كويس؟ ما هو راجع برضو لون بشرته، يعني هو ما ينفعش ان انا مثلا اعمل له لون احمر وهو بشرته لونها ابيض، او هو جاي يعمل لون فخلاص اللي هو عايزه اعمله بس، لا هو لازم برضو باخد رايه، بوري له كذا شكل، وما عنديش مشكله ان انا احط اللون واشيله تاني مقابل ان انا اقنعه ان هو لا مش لايق عليك، تعال نبدل اللون تاني. في حد جاي مثلا هو عايز لون الاحمر مش لايق، مش خارج شكله مش حلو زي ما انت لسه بتقول، في ناس بتعمله شكلها مش حلو عليه، بس في حين ان هو مثلا لو عمله ذهبي عمله بني غامق لا هيبقى شكله احسن وحلو وجمالي، اضاف لنفسه شكل جمالي. يعني هو بيخش لك يقول لك انا عايز اعمل لون اي لون، فكره اللون اه، فانا ببتدي بقى واحده واحده معاه، هو جاي عايز يعمل لون، عايز يعمل لوك جديد، يخرج بشكل جديد مثلا في لون شعره. فانا ببتدي معاه واحده واحده لغايه ما اوصل له اللون اللي ليه على وشه، مش مجرد لون والسلام. طب ده اللي جاي خلاص حاطط في دماغه لون، ايه اللي جاي اصلا عايز يحلق بس؟ في بعض الشباب بس ده بنقدر نقول مثلا ايه، بيبقى بعد ال 20 زي ما قلت قبل كده، اللون الجري والابيض شيك جدا عليهم ولون عصري، ويعني مش هقدر اقول لك ان 85% من الشباب حابينه وبيحبوا يعملوه وبيغير شكلهم للاحسن، فاشن جامد قوي السنه دي يعني. طب انت بتقنعه ازاي؟ يعني اللي داخل عليك ده خلاص هو عايز يحلق بس، فانت بتبتدي تقول له طب ما تجرب بتعملها معاه ازاي؟ طبعا هو بيبقى قلقان، يعني انا هصبغ وابيض وفكره ابيض، يعني الشعر الابيض كله وشكلي هيبقى مختلف وكبير، ففي السبريهات، السبري ده مؤقت ببتدي اجرب معاه، طب انا هوريك شكل مؤقت عجبك هنشتغله بقى صبغه لون ثابت تاخد بيه الشاور بتاعك وتنزل بيه بسين وبحر، ما عجبكش انا هغسله لان هو مش هيبقى فيه ضرر، مش هتضطر تحلق شعرك كله لو ما عجبكش، لا هو مجرد لون انا هحطه عجبك، بناخد صوره قبل وصوره بعد، اقتنع وحس ان فعلا شكله مختلف وانا حسيت ان شكله بقى احسن، لا خلاص بنكمل ونعمل لون ثابت، لا ما هو مش شكله حلو فيه فانا ببتدي ارجع اقول له لا خلاص خلينا زي ما احنا لان هو فعلا شكلك مش حلو فيه قوي، او نروح على لون تاني. البنيات في الصيف برده جميله جدا جدا جدا. يعني الصبغه بتختلف في المواسم بس، الصيف شتاء؟ عاده الشتاء اه ما بيبقاش كله محبذها، يعني هو الصيف فكره المصايف وفكره الخروجات والفسح والسهر ده اللي بيعمل اللوك والفاشون والاعياد اه. الشتاء بيبقى الريتم هادي اللي هو كلاسيكي كله، تحس ان حتى لو بيعمل قصات جديده او بيدور على الفاشون دايما بيجي في الشتاء تلاقيه كلاسيكي، مطول شعره شويه، عامل قصه عاديه مش مختلفه، بتبقى الخروجات محدوده والسهر محدود تمام. بتفرق الصبغات بتفرق عن يعني كل صبغه عن نوع من التاني كلون؟ كلون لا، البراند نفسه ممكن يبقى واحد، الالوان بقى بتختلف اه، يعني كبراند صبغه واحد لو احنا هنعملها ثابت، انك هو بيختلف ان هو يبقى سبراي مؤقت او دائم فانا هشتغل صبغه على طول، كريم تلوين وبيتحط ليه طيب معين ده بيقعد معاه طول مثلا من 15 ل 25 يوم لان شهر مثلا لانها بتاثر بعدد غسيل الشعر، عدد مرات الغسيل ده الثابت، اما المؤقت فهو بمجرد ما بنغسل خلاص ما فيش ملوش وجود. يعني اللي عنده مناسبه ممكن ممكن نعملها ليوم واحد، في ناس كتير اصلا بيبقى نفسه يعملوا ويجربوا بس هو مش هيقدر يروح بالشغل بكره، هو مثلا في مكان حساس في موقع شغل ما ينفعش اللوكيشن يروح اعمل اللوك ده، بس هو عايزه مثلا في المناسبه دي النهارده
فبنعمل اللي هو السبراي المؤقت، وبعد ما بيخلص بنغسل الشعر، او هو حتى ياخد الشاور بتاعه في البيت خلاص ما بقاش فيه لون خالص. خلاص ما بقاش ليه وجود. لا ده المؤقت، ده السبراي. غير غسيل خلاص. غير لو هو جاي واخد قرار وجايب صوره واللون عاجبه، لا ده بقعد اعمل له اللون كامل، ده اللي هو يقعد شهر معايا. تمام. ايه ضررها على الشعر؟ لا مفيش ضرر على الشعر ولا حاجه. لا هو مفيش ضرر على الشعر يعني بالنسبه للمؤقت، مفيش زيرو ضرر خالص، ما فيهوش اي سايد افكت على الشعر خالص. اما بالنسبه للدائم، بعض انواع البشره ما بتستحملش التفتيح درجه اللون، وبعد كده نعمل اللون الاساسي اللي هو جاي يعمله، بيبقى مثلا بشره حساسه، فبمجرد ما بعمله لانها بتاخد وقت ان هو انا افتح الدرجه، لو هو بني فانا مطلوب مني ان افتحه الدرجه فاتحه جدا عشان احط اللون الجديد. بعض الانواع لكن مش كله. لا ده الثابت. اما السبراي المؤقت لا خالص، ما زيرو. حتى لو الشعر خفيف، حتى ولا مفيش خالص. يعني لو الشعر الخفيف دي ممكن نقول ان هو ما اقدرش اعمله له شعره خفيف في الثابت، لكن في المؤقت لا، هشتغل عادي واعمله لانه مفيش منه ضرر. طب بيزود من القشره او لا 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 خالص. مفيش، زيرو، مفيش ضرر خالص. ايا كان حتى لو اي حاجه. لا هو مجرد انا بغسل، بحط بسبراي دهان على الشعر، بتغسله خلاص بينزل مع الميه، ملوش اي ضرر. طب مكلف؟ مش مكلف قوي، ممكن نقول ان الثابت مكلف بعض الشيء، لان احنا بنعدي بثلاث مراحل عشان نوصل للون اللي هو طالبه. اما المؤقت لا مش مكلف قوي خالص يعني برضه. يعني ممكن يزيد قد ايه عن 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 سعر الحلال العادي؟ يعني ممكن يزيد قد ايه عن سعر الحلال العادي؟ يعني يزيد مره ونص كمان. تمام. يعني سي مثلا لو بنقول بنتكلم مثلا في 30 جنيه 40 جنيه؟ لا اكتر شويه. لا عشان أكتر. اللي حابب يجرب هو بيبقى اكتر، لان عشان نعمل عمليات التفتيح اللي هنحط بعديها اللون الاساسي. الاني المؤقت؟ لا المؤقت ما يعني ما بالظبط. لا مش 30 40 ميكسيموم، مش هيعدي. لا انا اعتقدت ان بتتكلم على المؤقت. لا لا. الثابت، فالثابت هو اللي مكلف شويه. فانت انا بكلمك ان هو بتقنعه ازاي؟ لو ممكن هو يقول لا انا هيبقى غالي، فانا هحلق مثلا بكام عشان احط مؤقت بكام؟ بص، فكره ان اللي هو جاي يعمل لوك جديد او مسافر او عنده خروجه حلوه، مفيش فرق مع السعر مقابل انه يخرج باللوك ده، وهو بيبقى كل اللي بياكد عليه ان هيطلع اللون ده. يعني انا موافق على كل حاجه بس اللون ده اكيد، لان رحت لفلان فما طلعوليش كده، رحت وطلع مش حلو، ما عجبنيش قوي، فانا ببقى لا ضامن ومديله ضمان ان انا اللون ده اللي هيطلع، وغير كده مش هنتحاسب يعني. طب بيبقى هو شايف ده ازاي؟ بيبقى شايف ده عن طريق شغل لينا سابق عملناه لكذا عميل، فبنبتدي نصور عشان الناس تبقى مطمنه ان الكلام ده اتعمل جوه الصالون عندنا وجوه المكان، وفي كذا حد عمله قبليه. غير بقى ان هو مثلا جايب صوره معاه النجم الموديلز، شايف شكل الشعر عليه، فاحنا زاد التاكيد ليه عندنا مجموعه صور الشغل اللي احنا نفذناه جوه الصالون. طب انت شايف ان بقى يجي لك كتير يقول احنا عايزين مثلا نعمل زي رامز؟ دي حقيقه. ده انا يعني العيد اللي فات او نقدر نقول الموسم اللي فات بالنسبه لنا كان بس زي رامز، كان اقل من 16 سنه. فوق كده لا بيبقى في بعض الالوان ما بيحيدش عنها، لكن فوق تحت ال 16 سنه كله جاي رامز، هو كان نجم اللون الازرق السنه دي في العيد اللي فات، فكله بيقلده. كله بيقلده، دي حقيقه. اما دلوقتي الموضوع بقى خلاص فكره اللي هو ثقافه ان انا اغير، التغيير بقى، لان هي وصلت للكبار. هو الكبير مش جاي يعمل ازرق مثلا زي رامز، بس هو جاي عايز يعمل لون تغيير، ففي اللي بنعمله الثلجي، في الابيض، في الجراي، ده التغيير. الدقن بتبقى نفس الكلام؟ بتتعمل في بنعملها وفي بنسيبها عشان تبين فرق الشكل. يعني في بعض العملاء بيبقى شكله حلو ان هو الدقن لونها عادي طبيعي واللون اللي فوق بس اللي متغير، وفي البعض الاخر لا كله على بعضه يبقى احلى. انا اسمي اسلام وبحلق في المكان دوت على طول، وما كنتش حابب ان انا اعمل لوك والكلام دوت يعني انا عشان عندي 30 سنه والكلام دوت، كنت ببقى محرج ان انا اعمل اللوك والكلام دوت، بس يعني استاذ كمال بقى عرض عليا ان انا اعمل لوك وبتاع واجرب لون والكلام دوت، فما كنتش مقتنع، بس هو بصراحه اقنعني، قال لي هنعمل بروفه والكلام دوت، ما عجبكش كل حاجه نرجع لك زي ما كانت،
بس انا لما عملت اللوك والكلام دوت بصيت كده بصراحه لقيت نفسي اقتنعت بيه وارتحت له يعني، ومستني رايكم انتوا بقى. اي حد يقدر يعمل ده في البيت؟ لا لا لا، موضوع لا مش السائل، السبري المؤقت يقدر يعمله في البيت ماشي، انك الدائم لا سهل، لازم يبقى. بياخد وقت، اه بياخد وقت ومجهود وماتيريال معين عشان نحافظ على الشعرايه وعلى فروه الراس. تمام يا كمان، معلش طولنا عليك، شكرا. نورتونا، نورتنا مصطفى، واليوم السابع نورنا، ويعني شرفنا بيكم. شكرا يا كمان، كل سنه طيب وعيد وانت سعيد طيب. عيد سعيد عليك يا رب. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، كل سنه وحضراتكم طيبين. كان معكم مصطفى جابر.